عنوان مستقبل نقابة المحامين أجيال تتواصل، عقدت النقابة الفرعية بالمنوفية المؤتمر الأول لشباب المحامين بمقر النقابة في شبين الكوم بحضور سماح عاشور النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب. واستمرارا للنهج الذي أرساه النقيب العام، فقد كرم عاشور عددا من شيوخ المحامين بنقابة المنوفية عرفانا وتقديرا لما قدموه في خدمة المهنة. وقد أتاح النقيب العام فرصة الحديث لمن يريد من شيوخ المحامين معربا عن سعادته بتكريمهم وسط شباب المهنة كي يتعلموا منهم ويسيروا على دربهم. وأنا يعني حابب اليوم إذا في حد من شيوخنا اللي احنا جايين نكرمهم ونعتز بيهم ونفاخر بهم ونباهي أن يتحدث قبلي، أنا أوافق على أن يكلف مجلس نقابة المحامين الفرعي بأنه يعقد جلسة خاصة يطلب فيها كل محامي شاب لم يتمكن، بما فيهم الأستاذة اللي كانت واقفة، لم يتمكن من إبداء رأيه أو وجهة نظره أو مقترحاته في هذه الجلسة الخاصة، يتلقى ويسمع كل المقترحات التي تهم المحامين بالمنوفية وبغير المنوفية. موافقون؟ ونتمنى لربنا عز وجل أن يبقيك نقيبا للمحامين حتى نقابل ربنا إن شاء الله. هذا من ناحية. ونشكرك أيضا على توقيت جدول المحامين. ونشكرك أيضا على عدم تقييد خريجي التعليم المطلوب بنقابة المحامين. أفتح كلام إنهم يحبوا مهنتهم، يحبوا عملهم. المحاماة عدالة. المعلومة هم يجيبها بعد ما كان بعد ما يعمل. النهاردة أي واحد معاه موبايل وكمبيوتر بيجيب المعلومة كده. من أول مكتب عشان بحب المهنة المحامي بيرضى. وقد نوه عاشور إلى تعديلات قانون المحاماة التي تتضمن إنشاء أكاديمية للمحاماة كجهة علمية مستقلة، يستوجب على من يريد القيد بالنقابة الدراسة بها لمدة عامين والحصول على دبلوم قانوني منها على أن يبدأ العمل بها منذ العام 2022. فإحنا قررنا في قانوننا الجديد اللي مقدم في البرلمان إن إحنا نعمل حاجة اسمها أكاديمية المحاماة. إيه أكاديمية المحاماة دي؟ أكاديمية المحاماة هذه جهة علمية مستقلة تابعة لنقابة المحامين. اللي عايز يدخل نقابة المحامين لازم ينجح فيها الأول. يعني ما ينفعش تبقى خريج حقوق النهاردة جاي وتقول يلا بينا نروح نقابة المحامين فنقدم في نقابة المحامين فتقبل، لا مش هيحصل. طبقا للقانون الجديد لازم تجتاز مدة سنتين دراسة في هذه الأكاديمية وتاخد دبلومة إذا كنت عايز تشتغل محامي، إذا كانت المحاماة عجباك، إذا كنت مصمم بسبق إصرار على إنك تبقى محامي هتخش وهتجتهد وإنت اللي هتنجح وهتجيلي. إنما أنت داخل تتفسح على نقابة المحامين أو داخل تعملها ترانزيت مش هتروح أصلاً، وإذا رحت مش هتنجح. يبقى أنا استطعت أن أحقق حجاب حاجز بين المندفعين او خريجي كلية الحقوق غير المنتمين للمحاماة او غير الراغبين في الانتماء بالمحاماة وبين المحامين الحقيقيين اللي موجودين في السوق. وفي كلمته اشاد خالد راشد نقيب محامي المنوفية بمجلس النقابة العامة بقيادة النقيب العام سامح عاشور لخوضه معركتي تنقية الجداول ومنع قيد خريجي نظام التعليم المفتوح. احنا معنيين ان نقدم لشبابنا ولشيوخنا هذا الشكر العظيم لما قدموه على مدار تاريخ طويل في العمل في مجال العمل بمهنة المحاماة. احنا اخترنا النهاردة 10 زملاء من كل جزئية، من كل محكمة جزئية بأقدمية القيد. كان المعيار في الاختيار هو أقدمية القيد للزملاء الذين اخترناهم لتكريمهم اليوم.
وقبيل انعقاد المؤتمر حضر وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة اجتماعات اللجان التحضيرية للمؤتمر أتيحت فيها الفرصة للشباب لطرح مشكلاتهم وتقديم مقترحاتهم لتطوير ورفع مستوى الخدمات النقابية. وقد أعطيت الكلمة لكل من علاء علام عضو الشباب بالمنوفية وأحمد بسيوني وكيل النقابة العامة وخالد راشد نقيب المنوفية. اليوم يوم الشباب، جئنا لنخرج من هذا المؤتمر بتصور يليق بقيمة رسالة نقابة المحامين. دعونا للمؤتمر الأول لشباب محامين المنوفية ثقة في حسن تعبيرهم عن آرائهم وحسن خطابهم. ينعقد المؤتمر في جلستي نقاش. فخور بحضوركم وبوجودكم وكأن يعني شايف زهرات يعني عاد، سواء بناتي المحاميات أو الورد المفتح في جناين نقابة المحامين، اللي انتوا زهراته ومستقبله وخيره اللي جاي، اللي احنا يعني عشمانين إن شاء الله إن يكون مستقبلكم خيرا من ما كان ماضينا اللي فات. المحورين اللي قال عليهم الأستاذ علاء، احنا هننزل تحت عندنا لجنتين، لجنة في القاعة بتاعة التدريب اللي هي لها علاقة ببحث فكرة علاقة المحامي بالنقابة. احنا عايزين نشوف العلاقة دي شكلها عامل ازاي، هي يعني قايمة على ايه بالظبط، عشان نعرف احنا فين من النقابة وفين من حقوقنا وفين من الواجب اللي علينا. محتاجين نعيد صياغة العلاقة ما بين المحامين وما بين نقابتهم، نعيد تفصيلها تاني من جديد بشكل يرضي جميع الأطراف، لأنه أنا عارف تماما أن هناك حالة من عدم الرضا العام عن الأداء العام. هل هذه الحالة صحيحة؟ ممكن نصححها ازاي ونشوفها ازاي. المحور الثاني هو ان احنا دايما بتجيلنا قرارات فوقية من النقابة العامة للمحامين او من مجلس العام للمحامين. احنا محتاجين نشارك بالرأي ونبقى عندنا رؤية لإدارة نقابة المحامين ولمشاكلها وللحلول المطروحة عليها. دي رؤية جيل جديد هو اللي بقى مفروض ان هو هيتسلم الراية من الاجيال اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. اننا على اصرار من حيث انتهى الأستاذ النقيب أن نسلم الراية إلى جيل شديد وقوي في مقدوره أن يدافع عن نقابة المحامين وأن يدافع أيضا عن الوطن، لأننا دوما تعلمنا أن نقابة المحامين هي رداء الوطن. أنت الوحيد اللي المواطن بيثق فيك ويديك مستنداته ويديك سره ويعمل لك سند وكالة. نحن الوكلاء عن الشعب. حضر المؤتمر من أعضاء مجلس النقابة العامة خالد أبو كريشة الأمين العام ويحيى التوني أمين الصندوق وأحمد بسيوني وكيل النقابة، والأعضاء عبد الجواد أحمد وحسين الجمال وأدهم العشماوي وأسامة سلمان ومحمد الغمري نقيب جنوب المنصورة.